السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم بدرس جديد، هو بدرس كيف تحصل على بطاقة الماستر كارد من أجل تفعيل حسابك في البيبال. صراحة لقد توصلت بالعديد من الرسائل، الناس الكارهوني كيطلبوا مني باش نجد واحد الطريقة من أجل تفعيل حساب في البيبال وتوصلوا بطاقة بنكية من أجل اخراج اموالهم من باي بال. اليوم جبت لكم واحد الموقع، هذا الموقع كيساعدك 100% باش تحصل على بطاقه كارت بنكي. ولكن هذا الموقع هذا نقول لكم من الاول، هذا الموقع هذا كيطلب منك واحد الشروط صغيره، المهم نوريوها في الشرح. ولكن في الاول اخوتي كنطلب منكم تشاركوا معايا في القناه وتدعموني، لان الدعم ديالكم هو اللي يخلينا نكمل. وكما تعرفوا اخوتي، وكما تعرفوا الناس اللي او ما عارفينني من قبل، بان المدونه ديالي كانت مشات ليا من طرف يوتيوب، لهذا اطلب منكم الدعم وكل الدعم، ولكم جزيل الشكر على ذلك. لن اطيل عليكم، نذهب مباشره للموقع لكي نوريكم كيفيه العمل فيه. هذه واجهه الموقع. اعتذر، هذه هي واجهة الموقع. طريقة الاشتراك فقط، ادخل على الاونلاين، توضع هنايا الجيميل الخاص بك، الباسورد، ايميل، الباسورد، تعود بكتابة الباسورد، تدرك على جو سوي بار روبوت سيكسين تتني مرسا فوقنا سيكسين تتني كاندو موندو. سي بيان، تضغط على سينيا اب، يطلب منك. هكذا اخوتي قمنا بالتسجيل في الموقع، والان يطلبك منك الموقع التفعيل الحساب الخاص بك، لذلك يجب عليك تفعيل الحساب. هذه هي الميساج اللي صفتت لي، هذا الموقع صفت لي الموقع، قم بفتحه. الآن يطلب منك إدخال الإيميل والباسورد. سويبا روبوت أونلاين. هكذا أحبتي في الله نكون قد سجلنا في هذا الموقع. البيتكوين لدي 0000، كل شيء 00. الآن طريقة تفعيل هذا الحساب، ما عليك أخي إلا الذهاب إلى بروفايل، إذا أردت تغيير أو شيئا من ذلك إيتي الضغط على هذه، هنا تقوم بوضع ياسين 9 سو 9 بور. هنا يطلب منك تقوم بكتابة هكذا كونتري ماروك، رقم الهاتف، ماذا يطلع؟ ماروك 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 ماروك، أين أنت يا مغرب؟ سنجد هنا، ها هو المغرب.
يقول لك كيفاش بغيتي توصل برقم السيكوريتي ديالك، واش عبر جوجل ولا اس ام اس ولا جيميل. انا اختار الجيميل. هنا يطرح لك تساؤل انسر كويتشن واش بريمير سكول ديد يو ادمنت. ندير مثلا اكسبت. هنا يطلب منك الكود الذي قال لك كيف يجب عليك ارساله وانت اردته بالجيميل. واذا اردتم اخواتي انتم باس ام اس او غير ذلك قم بفعل ذلك. انا اردته بالجيميل. ها هو سنقوم بإيجاده كما ترون. كوبي وضعه هكذا. احبتي في الله قمنا بتفعيل البروفايل لهذا الموقع. الان ستقولون كيف بعد هذا كله كيف لي ان اتحصل على لاكارت. ما عليك اخي غير تجي تكليكي على هاد اوردر كارت. ها هي الكارت التي نقوم بشرحها الان. اذا اردت كما قلت لكم من اجل التحصل على هذه الكارت يجب ان يكون لك 0.00 هذا العدد، اي ما يقارب 0.50 دولار. والان انا لا امتلك اي سنت كما ترون. بيتكوين لدي 0%. ستقول لي بعد هذا العناء وبعد طول العناء الذي قمنا به وقمنا بتتبعك والقيام بهذه الخطوات ما هو الحل؟ الحل لديك اخي. الحل بسيط. ما عليك الدخل الى الريفري ها هو الحل. اذا قمت ب وضع هذا الرابط في خانتك او غير ذلك من الامور، واذا قام اي احد بالتسجيل عن طريقك ستحصل على تلك 0.5. اي يعني اذا قاموا 10 اشخاص بالتسجيل فانت بذلك حصلت على 0.05، وبذلك ستقوم ب عندما تقوم بالذهاب الى هذا الرابط ستجد ان لديك البيتكوين وقادر على تفعيل هذه البطاقه. اتمنى من كل قلبي ان اكون قد شرحت بما فيه الكفايه واعطيت كل الحلول من اجل ان تمتلك تلك هذه البطاقه اخي في الله. ولكن قبل ان انهي هذا الفيديو اطلب منكم مساندتي في الاشتراك معي او وضع اعجاب لهذا الفيديو او كومنتار او غير ذلك من الامور او بارتاجي مع الزامي كي يتنفع العديد من الناس. ولكم مني كل الاحترام والتقدير اخواني اخواتي.